هينضم لي الآن الأستاذ محمد نجم المحلل الاقتصادي. أستاذ محمد مساء الخير. مساء النور دكتور، ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا. أهلا يعني وسهلا. وإحنا بنتكلم عن هذه النقطة تحديدا، عايزين نوضح للسادة المشاهدين أهمية سرت، أهمية الجفرة، فين المخزون النفطي الليبي، فين موجود؟ نشرح شوية يا أستاذ محمد. طبعا يا فندم، انا ليا الشرف ان انا اكون مع حضرتك في أهلا البدايه. وسهلا. هو احنا لو جينا نتكلم عن خط سيره الجفره، هنلاقي ان احنا حتى معانا بعض الخرائط اللي بتوضح الامر ده بشكل واضح للساده المشاهدين، ايه اهميه الخط ده وليه السيد الرئيس وضع ان هو خط احمر، ايه اهميته. هو ليه، لو احنا جينا نتكلم على مدى اهميه هذا الخط، هو ليه شقين. الشق الاول هو الاهميه الاستراتيجيه، الاهميه الامنيه، اللي هي انه احنا هذا الخط على بعد 1000 كيلو متر من الحدود المصريه، وان الدوله المصريه لا تسمح بانتقال الفوضى لما هو ابعد من 1000 كيلو متر، وان هذا الخط لا يجوز ان يتجاوزه، لا يصلح ان يتجاوزه اي فوضى او اي موجات ارهابيه مجددا بعد ما حصل طرد لهذه المجموعات الارهابيه في 2015 و2016 و2017، وتم تامين الجانب الشرقي من ليبيا اللي هو الموازي او القريب او المحاذي للحدود المصريه. فاحنا مش هنرجع تاني لوضع 2015، ده دي السياسه المصريه، ده الخط الاحمر، ان احنا ما نرجعش تاني، ان احنا نبعد قدر الامكان عن الفوضى بمسافه تزيد عن ال1000 كيلو ولا تقل عنها. دي اول حاجه. تاني حاجه، لو حضرتك بصيت على الخريطه هتلاقي ان الخط، هذا الخط بيفصل ما بين، مش بس بيفصل ما بين الشرق والغرب، لا، هو بيفصل ما بين الهلال النفطي وبين غرب ليبيا. الهلال النفطي زي ما واضح في الخريطه، لو حضرتك، لو الزملاء عرضوها، الخريطه اللي تتكلم عن الموانئ دي خريطه تقريبيه انا عملتها عشان نوضح الامور شويه. لو احنا بدأنا نبص على الخط الأزرق ده، الخط الأزرق ده هو خط تقريبي للسرت والجفرة. هو ده الخط اللي السيد الرئيس اتكلم عنه في الخطاب من يومين. هذا الخط على الناحية اليمين أو الناحية الشرقية في حاجتين بيبص ليهم التركي. التركي هنا بيبص الأمرين أو عنده مطامع في أمرين. أول حاجة الموانئ النفطية، ودي هنشرحها. تاني حاجة حقول النفطية. لو جينا نبص على الموانئ النفطيه وهنبدا بيها، او اسف، خلينا نبدا بالحقول النفطيه، لان احنا عندنا برضو خريطه بالترتيب، الخريطه الثانيه اللي بتتكلم عن قد ايه المنطقه الشرقيه دي اللي هي ما بعد خط السرت او الجفره خطيره جدا، لان هو لو سيطر عليها هيملك كارت تفاوضي كبير جدا بيسمح له ان هو يضع شروط مجحفه على الطرف الاخر لو هو قدر يسيطر عليها لا قدر الله. وهو ده الجيش الوطني الليبي واللي الدوله المصريه مش هتسمح بيه زي ما قال السيد الرئيس. طب ليه ده مهم؟ لان المنطقه الشرقيه ودي كلها، كل ما هو على يمين خط السرت والجفرة، كل ده فيه 80% من احتياطات النفط الليبية. يعني ليبيا لديها 50 مليار برميل من النفط احتياطي، من النفط 50 مليار برميل، هي رقم واحد على القارة الأفريقية ورقم 11 على العالم. من ضمن ال 50 مليار دول منهم 40 بس ما بعد خط السرت والجفرة في منطقة ما تسمى حوض سرت أو الهلال النفطي. هو ده الواضح عندنا على الخريطه. الخريطه الثانيه اللي هي بتتكلم عن، اللي هي بعنوان النفط والغاز في ليبيا. هي الخريطه دي واضح فيها بالظبط كده 80% من احتياطي ليبيا النفطي بيتركز في المنطقه دي. فلو التركي وميليشياته والمرتزقه التابعين للدوله لتركيا لو قدروا يتجاوزوا خط سرت والجفره ويسيطروا على الهلال النفطي او بين قوسين حوض سرت، اذا كده اصبحوا يسيطروا على 100% من النفط الليبي، لان 20% لديهم في الغرب هم بالفعل مسيطرين عليه، يتبقى 80% بيد الجيش الوطني الليبي. لو لا قدر الله سقط ال 80% ده، اذا اصبح يمتلك 100% من النفط الليبي. مش بس النفط، اصبح يمتلك المصافي النفطيه، خطوط النقل والغاز، الموانئ النفطيه. ودي النقطه الثانيه المهمه لو حضرتك تسمح لي ان انتقل طبعا طبعا الموانئ النفطيه بالظبط كده. هو عنده موانئ نفطيه في الغرب مش كده؟ بالظبط كده. لو رجعنا للخريطه الاولانيه هنلاقي ان انا موضح ان احنا عندنا حوالي 9 موانئ، في منها 4 في الغرب و5 في الشرق. لكن الموانئ الكبيره المهمه واللي هي بتستحوذ على كل او اغلب القدره التصديريه لليبيا بتتركز في الشرق. فاذا التركي ايضا
لا يريد فقط الحقول، هو هيعمل ايه بالحقوق؟ بالحقول لو ما عندوش، لو ما قدرش يسيطر على ميناء المصافي يصدر منه. والمواني. اه بالظبط بالظبط كده، هو بالظبط. محتاج المصافي والمواني عشان يقدر يصدر، لان عشان العمل عشان يقدر يكسب من بيع النفط لازم يوصل للاسواق الدوليه. طب هو هيوصل ازاي للاسواق الدوليه لو ما عندوش مواني كبيره؟ لو انتقلنا للجدول اللي بيوضح القدرات التصديريه لكل ميناء مقارنه بالميناء الاخر، هنلاقي ان المنطقه الشرقيه هي اللي بيتركز فيها القوه الضاربه للتصدير الليبي. يعني المواني اللي في المنطقه الشرقيه اللي هي باللون الاخضر في الجدول في المنطقه الشرقيه، هنلاقي ان هي اللي بتتمتع بالقدرات التصديريه الاعلى بكتير مقارنه بالموانئ الغربيه. دول 5 موانئ يا استاذ محمد، مش كده؟ بالظبط كده، 5 في الشرق 4 في الغرب، واربعه في الغرب. لكن الوزن النسبي 70% في الشرق. 70% من القدره لو بصيت على التصديريه الجدول في الموانئ اللي هي الشرق، الشرقيه. بالظبط 70%. كده، لو حضرتك بصيت في الجدول هتلاقي ان اجمالي قدره موانئ الشرق 740 الف برميل في اليوم، في حين ان اجمالي قدره موانئ الغرب 380 الف برميل في اليوم. يعني قدره الشرق ضعف او مرتين قدره الغرب، وبالتالي التركي والمرتزقه والميليشيات التابعه ليه هدفها الرئيسي هو انها تضع يدها على الحقول الحقول اللي انا قلت النفطية عليها والموانئ. والموانئ. لو امتلك الاثنين دول انتهت المعركه، وبالتالي مصر لا تتحدث عن الامر من الناحيه الاقتصاديه. مصر الرئيس السيسي لم يذكر كلمه انه مصر عينها على النفط او عينها على بالظبط. القدرات الليبيه. والا لو كان عندنا مطامع في هذا الموضوع، وانا اتكلمت عن كنا ده بعتنا امبارح، شركات زي كنا التركي. بعتنا شركات، بالظبط. وكنا من عهد عبد الناصر لغايه مرور بعهد السادات ومبارك كنا دخلنا احنا زي ما عملت ليبيا، لكن احنا ما عندناش اي مطامع زي ما عملت بالفعل تركيا عكس اصلا. التركي. التركي بعت الشركات تنقب عن غير حق، بدأ يدخل المياه الإقليمية التركية الليبية بدون أي حق قانوني ولا بالتزام باتفاقيات دولية، رغم ان هو لا يحق لي ولا يحق حتى لحكومة الوفاق ان هي تسمح بتعاقدات أجنبية، لان هي لا يحق ليس لديها اصلا صلاحيات بذلك. ورغم كده هو دخل بشركاته، دخل بسفنه، سفن الفاتح وسفن بربروز، بدأ ينقب وبدأ يشتغل، على الرغم ان هو في الناحيه الثانيه هنلاقي ان الدوله المصريه لم تنفذ هذه السياسه. مصر لم ترسل شركات، لم تنقب، لم تتحدث اي حرف او اي كلمه في الخطاب المصري عن النفط والغاز الليبي، سوى في سياق واحد انه الليبيين كلهم يجب ان يتمتعوا بثروتهم، لا ان تكون حكر على الغرب فقط، ان الغرب والجنوب والشرق الاقاليم الثلاثه تتمتع بهذه الثروه بالتساوي. فاذا وكمان كلامي ده يؤيده كمان المتحدث باسم الجيش الليبي اللي تحدث عن انه الدوله المصريه لم تتحدث ابدا في اي ولم تذكر النفط والغاز الليبي او صحيح الاستيلاء على هذه الثروات. وده صحيح الفرق بين السياسه المصريه والسياسه التركيه. صحيح السياسه التركيه اللي هي قائمه، وهو هو 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 ده الارث العثماني اساسا. الارث العثماني قائم على قطع الطريق، ولما يعني لما تطوروا شويه بداوا انتقلوا من قطع الطريق في البر وعملوا سفن وبقوا يمارسوا البلطجه في البحر. بس والقرصنة. كده، هو ده قمه، هو ده قمه الاستيلاء ولنا أن التركي. نتخيل طبعا إذا هذه الثروات الهائلة وقعت في يد أردوغان، تمويل طبعا جماعات إرهابية، تمويل تنظيمات ومرتزقة، و المحصلة تهديد للأمن القومي المصري. من هنا طبعا جاءت تحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي. صحيح صحيح. الوضع طبعا السياسة المصرية هي ان احنا خط الالف كيلو لن يتم تجاوزه تحت اي ظرف من الظروف، ولن نعود مرة اخرى الى وضعية 2015 لما كان لدينا ميليشيات ارهابية على بعد 100 و200 كيلو فقط من الحدود المصرية. نعم فبالتالي لن وضعف الاعتبار يا دكتور عمرو مسألة مهمة جدا. في 2015 كان لسه الاقتصاد المصري على منحنى الصعود، النهارده احنا حققنا انجازات كبيره جدا، حققنا معدلات نمو هائله، انفقنا تريليونات، انفقنا اكثر من 4 تريليون جنيه على المشروعات القوميه. في 2015 كنا لسه في البدايه، فالنهارده احنا لدينا عدد كبير او حجم هائل من المكتسبات الاقتصاديه اللي احنا بنبني عليها ولازم نحافظ عليها. الدوله المصريه لن تسمح ان احنا نرجع لنقطه الصفر مره ثانيه، نعم والتهديد الارهابي وان احنا يكون ميليشيات على قريبه من حدودنا ده امر لن يسمح به، بالتأكيد. لان ده بيهدد الاستقرار والنمو الاقتصادي. طيب، يمكن أنت يعني أستاذ محمد تابعت الفترة الماضية، كان في زيارة لوزير الخارجية التركي لطرابلس، وبعدين زيارة تاني لمسؤولين في حكومة الوفاق التابعة لتركيا جمالي. إلى أنقرة أو إلى اسطنبول مش متذكر، وحديث عن
حصة كبيرة جدا للشركات التركية في مشاريع إعادة الأعمار في ليبيا. يعني لسه الدنيا ضبابية وهم بيدوروا دلوقتي إزاي يستفيدوا من مرحلة إعادة الأعمار في ليبيا. صحيح. هي يعني الاتراك يعني مش بي مش سياسه جديده، هو ده ارث اجدادهم بالفعل. هو لا يملك شيء اكثر من ذلك، يعني لا شيء، لا يملك، ما يقدرش يتطور عن كده. هي دي العقليه العثمانيه اللي هم ورثوها عن اجدادهم، نعم ان هو يحاول يسرق ويهرب، هو يحاول ينهب الثروات، يحاول ان هو يستورد المواهب من الخارج، لكن ان هو يكون عنده حضارة يبنيها بإيده. هل أنا هسأل حضرتك سؤال، هل حضرتك عمرك سمعت في أي كتاب تاريخ عن كلمة الحضارة العثمانية؟ ممكن تسمع عن كلمة الدولة العثمانية، كلمة الإمبراطورية العثمانية، لكن عمرك ما تسمع عن كلمة الحضارة العثمانية. في حين إن في كل كتب التاريخ الأخرى اللي بتتكلم عن مصر هتلاقي إن كلمة الحضارة المصرية هي اللي بتتكرر نعم مقابل كلمة الدولة المصرية. هو صحيح ده الفرق القيمي اللي بيننا وبينهم. صحيح زي ما قال دكتور جمال حمدان، تركيا هي النقيض الكامل لمصر. احنا دولة القيمة، هم دولة الصفر قيمة، هم دولة اللا قيمة، هم دولة مجموعة من رعاة الأغنام فقط. هم بيعتمدوا على ان هو كانوا بيحاربوا بعضهم ثم توحدوا، نعم ولما بدأوا يتطوروا بدأوا عملوا سفن وبقوا يمارسوا البلطجة في البحر بدل البر نعم فقط. نعم هو ده التطور اللي قدروا يعملوه. بشكرك. فبالتالي النهاردة اتفضل 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 اكمل كمل اتفضل. فبالتالي الزيارات المتبادله اللي بتتحدث عن اتفاقيات تركيه وان هم بيحاولوا ياخدوا ما يقدروا عليه من النفط الليبي ويبعتوه على المصافي النفطيه في تركيا، هو ده متوافق جدا مع الشخصيه التركيه اللي هي متوافقه جدا مع التاريخ بتاعهم اللي قائم على سرقه الشعوب المجاوره والاستيلاء على ثرواتها ومواهبها حتى. نعم أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد نجم المحلل الاقتصادي، شكرا على كل هذه الإيضاحات والتحليلات صديقي العزيز محمد نجم.